مجموعة السهام. شكرا. إذن هدية ثمينة جدا. إذن أدعو مجموعة السهام للصعود إلى الخشبة للإمتاع والاستمتاع. فرجتكم ممتعة أيها الحضور المتميز. مساء الخير للجميع. مرحبا بنا بين أحضان هذه المدينة العزيزة الغالية التي لها علاقة كبيرة بباقي المجموعات الحي المحمدي. تحياتي لكم، تشكراتي لكم باحتضان مجموعة السهام وبتكريمي في هذه الدورة. وهذا التكريم هو تكريم للسهام ولكل المجموعات الغنائية بدءا من الغيوان إلى آخر مجموعة. تكريم كذلك أهدي إلى الراحلين وعلى رأسهم أستاذي ومعلمي وأخي وأستاذي الراحل المراني مولاي الشريف. مرحبا بإخواني وأخواتي، أرى وجوها حلت بيننا من مدن مختلفة من المغرب. أرى سي بناوي مدير مهرجان مدير مؤسسة مهرجان مراكش مجموعات الغنائية، الدكتور فيصل واحد من المدافعين عن السهام وعن المجموعات والسفير لمجموعة الشمال سي محمد البلال، الأستاذ الفنانين المعازفين، الفنان المتوكل فينا والمتوكل، المتوكل الفنان ديالنا الفنان الأصيل، مجموعة أسيف عدة وجوه رحلت لتعيش معنا الخضراوي، لتعيش معنا والجالية المغربية التي حلت بيننا في هذا الصيف. ويا صلاح، صلاح الدين واحد من المسؤولين في درانية الجالية المغربية بالخارج، وعدة أصوات وعازفين ووجوه افتخروا بأننا نمتثل أمامكم. تحيات مجموعة السهام إليكم جميعا بعروق وكل الشلة، كل شيء أعتذر من تشكيل واحد، ولكن كتر 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 كت
يصادف هذا المرتبط عدة أعياد. بالأمس كان عيد العرش المجيد، واليوم وغدا نحتفل بذكرى ذكريات المغرب الخالدة، ذكرى ثورة ملك الشعب، ذكرى انتفض فيها المواطن من أجل استرجاع أراضيه، وكذلك ذكرى عزيزة علينا وغالية عيد الشباب المجيد. دائما المغرب في الصدارة، سيبقى المغرب أولا وأخيرا بأرضه شمالا وجنوبا، بصحرائه المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، وتعيش 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 بلاد. Yeah.
لكل الذين يسهرون على أمننا في هذا الوطن العزيز.